بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تطبيقنا لليوم كيف منحول صورة لفيديو مع حركات 3D مع انيميشن مع تأثيرات مع تغيير شكل السماء بشكل احترافي. التطبيق ما موجود منه إلا النسخة المدفوعة، طبعا لحط لكم إياها بالوصف، ما عليكم إلا تنزلوها وتشتغلوا على التطبيق. طبعا قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل شيء جديد بأسرع وقت، ودعمونا باللايك، وإذا عندكم أي سؤال بالتعليقات. تطبيقنا لليوم اسمه بيكسلوب، هذا هو التطبيق. بعد ما ثبتوه على جهازكم ندخل عليه، طبعا أفرجكم شوي من الميزات الموجودة. مثلا نختار الصورة اللي بدنا نتحكم فيها، عندنا كتير أمور، في عنا تحريك الصورة، تمام؟ مثلا بدي خلي المي هاي تتحرك، طبعا فينا نثبت الأجزاء اللي ما بدنا اياها تتحرك. مثلا بدي ألون كل شي فوق ما يتحرك، بس اللي يتحرك هو المي، وبنكبس تحريك. بتلاحظوا كيف المي عم تتحرك؟ طبعا في ميزة تغيير شكل السماء كليا. مثلا هلا السماء إذا شايفينها ثابتة لأنه صورة، طبعا فينا نحط أشكال متعددة. طبعا عم تلاحظوا قديش في أشكال، مثلا رح نختار الشكل هاد. بتلاحظوا كيف حتى الانعكاسات بتبين عندكم. في عنا الإفكت، مثلا هاي الشجر بدي أنا أحط لهم إفكت عم يطلع منهم مثل الدخان. أو إذا بتلاحظوا كيف عم يطلع شيء، في كمان إفكت كتير متعددة، أي إفكت بتحبوه جربوه أنتو. طبعا فينا نضيف أجزاء كمان للصورة، فراشات، شو ما بتكون، في كتير قوائم متعددة جدا. مثلا بدي أضيف وردة أنا، تمام، فيني صغرها وحطها بحجم معين، وإما بدي بحطها طبعا كمان متحركة. في عنا بعد طبعا في عنا نحط طبقة تانية فوق الصورة الأساسية. مثلا بدي أحط شي مثل الضوء، مثل الريح، مطر، قلوب. إذا بتلاحظوا طبعا بس نشغلها بتلاحظوا كيف صارت الصورة مع انه كانت صورة. طبعا وفينا نغير الصوت المحيط اللي بالصورة. مثلا هلا هون عنا نحنا مثل بحر، فينا نحط صوت مي، صوت امواج، تمام، نتحكم بقديش درجة الصوت، مرتفعة منخفضة. زاوية التصوير مثلا، فأنا بدي اياها تكون كأنه شخص عم بيصور في حركة، في فلاتر بعد، بتضيفوا الفلتر اللي بيعجبكم عشان تتغير الألوان جاهزة. وطبعا فينا نتحكم بالألوان، قديش بدنا تزيد تنقص، انتو حسب شو بتحبوا. وبعد كل هاد بس خلصتوا، نعمل اكسبورت. طبعا تختاروا كم ثانية لازم يكون الفيديو، كيف الفيديو بتكون ياه يكون معروض، بتكون ياه على حجم الصورة الأساسي أو 16:9 1:1 4:3 16:9 بس بشكل عمودي، تمام، و 4:3 بس بشكل أفقي، تمام. نحدد الثواني، بنحدد الدقة اللي بتوصل لل 4K، نعمل إكسبورت، وهيك بيكون الفيديو مع كل شيء ضفنا عليه جاهز ضمن الجهاز.
بتمنى يكون الشرح وافي وكافي، وبتمنى يكون التطبيق يعجبكم. ما تنسونا بس من دعمكم، وبعتوا شير لرفقاتكم ليشوفوا هالتطبيق ويستفيدوا منه. وبعد كل فيديو بتمنى يكون الشرح كتير متميز. السلام عليكم ورحمة الله.